بهذا الفيديو بدي اشوف كيف بقدر اعمل انا ستايلينج لماي سبريد شيت. بعرف انه انا في عندي داتا موجوده على هيدي السبريد شيت، تحديدا على هيدي الاكسل شيت، موجوده بطريقه كلياتها كونتيجوس ورا بعضها. كيف بقدر انا اعمل لها ستايلينج بشكل انه بيصير هيدا التيبل عنده بوردرز وبصير في عندي شويه ديسبلاي احلى من الموجود عندي هون؟ تنقدر نحن نعمل هيدا البروسس، اكيد انا فيرست اي نيد تو ميك شور انه عم بعمل سيلكشن للمحل اللي بدي انا اعمل فيه ستايلينج. خلونا نبلش بداية. نحن نجي نقول بدنا نعلم على كل هيدا التيبل، حبلش من الاي وان توصل لاخر التيبل. حاجي اقول انه انا بدي كل هيدا التيبل الداتا اللي موجودة بقلبه تكون سنترد. فاذا حروح على الهوم تاب، حقلو بدي يوهن aligned centered بالميدل align، وبدي اياه كمان يكون هون سنترد على النص بهيدي الطريقة. فبهالطريقة صاروا عندي موجودين aligned كلياتهم بقلب السيلز. تاني ستيب انا بحاجة اني اعملها، حاجي وسع ال1 شوي صغيرة بشكل انه بين انه هيدا هيدر. وهلأ بدي أنا أخلق بوردرز لكل هيدا التيبل. أول شغلة حأعملها حعلم على كل هيدا التيبل دون استثناء. حأجي أنا أعمل رايت كليك، وفي عندي أنا شغلة تحت موجودة اسمها فورمات سيلز. بمجرد ما كبست على الفورمات سيلز حيفتح لي الديالوج بوكس الموجود أنا عندي هون. بقلب هيدا الديالوج بوكس في عندي تاب اسمه بوردر، وبقدر اختار البوردرز يلي بدي هن. إذا كان بدي بوردر لكل التيبل، بيجي بكل بساطة بختار قياس البوردر، حاختار الأسود العادي اللي هو الثن. حقول بدي كل الأوتلاين تبع التيبل وبدي الإنسايد كذلك الأمر. طبعا حنجرب بعدين كذا تفصيل بموضوع البوردرز. إذا بيجي بقول أوكي، حلاحظ أنه نحطلهم كلياتهم بوردرز. طب هون أنا بيجي بقول أنه أنا في عندي الرمادي، هدول هن عبارة عن بوردرز موجودين، هدول منهم printable، يعني أنا إذا طبعت هيدا التيبل من دون البوردرز اللي حطيتهم هلأ مش حيبينوا، حيبينوا دغري ورا بعضهم. كيف يعني؟ حاعمل undo control z، حاجي هلا على الفايل حاقول له print، حيحط لي الديسبلاي هون للبرنت، ولكن حاجي اختار انه انا بدي اياها تكون مش letter، بدي اياها تكون طبعا A4، وبدي اياها مش تكون portrait، بدي اياها landscape تشوف التيبل كلياته. حيبين انه ما في عندي borders بتاتا. اذا برجع بعمل back، طبعا حلاحظ هون صار في عندي dotted line. هيدا dotted line معناته هيدي اول شيت، من بعدها تاني شيت and so on. ما لازم طلع الداتا براتها ولا بتطلع على صفحة تانية. فاذا حاجي اعلم على كل هيدا التيبل كذلك الامر من اول وجديد. كمان حاجي اعمل right click، حقله format cells، حقله بالبوردر قبل شوي انا كنت عليها فهو اسي حافظها، حقله outline inside، حقله okay. هون حطلي البوردرز. هلا اذا برجع بروح على الفايل، بقلب الفايل بقله print، برجع بلاحظ انه صار في عندي البوردرز بينوا صاروا printable. اذا برجع بعمل هلا طبعا باك وبرجع على التيبل تبعي، ليتس اسيوم انه انا الهيد فوق بدي اياه يكون كلياته بولد، يعني بدي اعلم عليهم كلهم، بقول له بدي اياه بولد، حيبين عندي هيك. كذلك الامر حعلم على كل التيبل دون استثناء، وحقول بدي بس الاوتلاين يكون ثكر عن اللاين اللي موجود عندي هون، عن البوردر اللي موجود عندي هون. شو يعني هالكلام؟ بعمل رايت كليك، بيجي بقول له هلا فورمات سيلز، بقول له بس بدي هيدا الخط السميك على الاوتلاين، فحيكون عندي بهالشكل صار محطوط. فبيجي بقول له اوكي، فحيبين عندي شكل التيبل بهيدي الطريقه. كذلك الامر انا بدي الهيد يلي فوق اللي فيه التايتلز كمان يكون ثكر، حعلم عليه رايت كليك، قول له فورمات سيلز، برجع على البوردر. هون برجع بقول له بس بدي الخط التحتاني، طبعا بكبس على الثكر لاين، بقول له بدي بس الخط التحتاني يكون ثكر، وبرجع بقول له اوكي، فحيبين عندي بهيدي الطريقه. ليتس اسيوم انه كمان انا بدي الجريد كلياتهم يكونوا ثيك، فاذا بعلم عليهم كلهم، برجع بعمل رايت كليك فورمات سيلز، كذلك الامر بجي انا على الفورمات سيلز، هون بقول له بدي هيدا اللاين اللي موجود هون، بعلم على الثيكر، بقول له بدي اياه هون بهالطريقه، بقول له اوكي، حيكون بين عندي هيك. هلا ليتس اسيوم انه انا بدي اعمل شيد. شو معنى التشيد؟ يعني بدي يكون في باك جراوند كلر للكلرز تبعون الجريدز. طبعا نحن تعلمنا شيء اسمه conditional formatting قبل، ولكن هلا نحن بدنا نشوف كيف فينا نحط colors بشكل انه ما يكونوا related على الداتا اللي موجودين عندي هون. It is just a solid color. فحاجي اعلم انا على كل الجريدز هون لحالهم، حاعمل right click، حقله كذلك الامر format cells، وكهون طبعا بدي اروح على شيء اسمه انا fill، بنقي الكلر اللي بدي اياه، حاجي اختار مثلا هيدا الاصفر، اوكي بشع بس ما بيهم. بمجرد ما حطيت هيدا الكلر حيبينوا عندي بهيدي الطريقه. Moreover طبعا فيني اعلم على التايتلز الموجودين فوق عندي، وفيني اختار انا الباكت من هون بطريقه اسرع، بكبس عليها وبقول له بدي هيدا اللون الازرق الفاتح، فحيبين عندي بقلب هيدي الطريقه.
اني انا اعمل طبعا بوردرز للاكسل واعمل هيدا الشيء بشكل انه يبينوا التيبل عندي بطريقه منظمه، اكيد بيساعدني كتير مشوي تاني انا اقدر احصل على جود لوكينج ديزاين. كذلك امر في عندي هون شغله بدي انبه عليها، انه انا طبعا فيني اعمل شويه فزلكات، فيني اجي انا اعمل وسع اكثر اول رو، حاجي انا اعلم على الاي دي والنيم والايميل والجريد، وبطلع مثلا لهون وبقول انا بدي الاورينتيشن للتكست تكون مثلا انجل كاونتر كلوك وايز، اذا كبست عليا بصير شكلهم هيك. طبعا اتس اغلي. طبعا هون انا هيدي السل، هيدول البوردرز يلي هون هن البوردرز تيحددوا لي انه انا عم بكتب بقلب الدي 1، ولكن وقت ما بدي اعمل له برينتينج يلي انا بدي اعمل له برينتينج حيطلعوا مع التكست بطريقه الديزاين يلي انا كان بدي اياها. I usually don't like this، بس اذا حدا كان لازم له انه يعمل هيك شيء فهيدي الاوبشن موجوده. فيني ارجع اعلم عليهم كلهم واختار واحدة تانية، اقول له مثلا بدي اياهم يكونوا vertical text بهيدي الطريقه. It depends على الشخص كيف بده هو الديزاين تبعه. حاعمل اندو، حاعمل اندو، حخليها بهيدي الطريقه. Moreover في عندي الاوبشن يلي اسمها wrap text. شو يعني wrap text؟ يعني انا اذا كان عندي كميه الانفورميشن يلي موجوده هون بقلب السل اكبر من حجم السل، حارجع صغر شوي، حلاحظ انه هيدا التكست حينخفى between the cells edges. اذا بدي اياهم يبينوا بعلم علي وبقول له wrap text، بيصير بيجبر لي انه التكست يكون مبين وظاهر على اليوزر، ولكن حيصير في عندي شويه فرق بالمارجنز. انت شو بدك؟ It depends على الامبلمنتر. انا I usually prefer to double click here تقدر كل شيء يبين عندي صح. اذا بروح على الفايل بدي اعمل مثلا print، حيبين عندي التيبل صار في عنده هيدا الشكل. هلا ليش الاصفر مبين عندي هون بهيدي الطريقه؟ انه صار رمادي، لانه البرينتر اللي انا عم بستعملها هي ليزر برينتر ما بتطبع كولرز. لو كانت بتطبع كولرز فحيبين. حنجرب اني انا احولها على PDF، اللي بديها مايكروسوفت PDF، حلاحظ انه اللون الاصفر رجع بين، لانه هون فيني انا اطبع على PDF colored file. حارجع انا اعمل هون باك، خلينا نشوف اذا شو في عندنا تفاصيل ممكن نحن نقدر نحكيها بموضوع البوردرز اند شيدنجز. في شغلة أنا هون بس بدي نبه عليها، إنه نحن إذا كان عنا هون سل بدنا نعمل Enter، فإذا نحن بنكبس على الكيبورد Alt Enter تنقدر ننزل على السطر. It's not a best practice، ما لازم نعمل paragraph بقلب السل، لأنه السل لازم يكون فيها a specific type of data، ولكن إذا احتجنا هيدي الأوبشن كمان هي موجودة. Let's assume هلأ إنه أنا مثلا في عندي هيدا الديزاين اللي أنا عامله هون للشو اسمه للسيلز، حبيته كتير وحبيت طبقه كذلك الأمر هون. وبما إنه أنا ما بدي أرجع، خلونا نغير الفونتس باي ذا واي، حعلم عليهم كلهم وأقول له بدي الفونت يكون نقي شي شوي sophisticated مثل هيدا يلي هون. سو حاجي أقول إنه هيدا الفونت بدي كمان طبقه على الداتا الموجودة عندي هون، فبجي بعلم عليهم يا برجع بعيد البروسس من أول وجديد أو بستعمل الفورمات بينتر يلي هون. بكبس عليها حيمشي الماركي، حقول له طبق لي هون على كل هيدول يلي هون، فحلاحظ انه كلياتهم اتطبقوا. هيدول ما احد اهم الافكار يلي نحن بنكون بحاجه لهم بعالم الاكسل تنقدر نعمل ديزاين. في شغله كمان هون بدي اعملها، انا ام غانا ناو كرييت ا نيو رو موجود عندي هون، حاجي انا اعلم على هيدا الرو كلياته، والبدي اقول بدي اياه يكون كله عنده الاوتلاين بوردر ثيك، فاذا حقول له فورمات سيل، حروح على البوردر حقول له بدي اياه يكون كله ثيك الاوتلاين بهيدي الطريقه. طبعا هيدي مانا سل وحده، هيدول several cells. اذا بدي حولهم كلهم لسل وحده فبعلم عليهم كلياتهم وبيجي بكبس على كبسه الميرج ان سنتر. بمجرد ما كبست على الميرج ان سنتر حيصيروا كلياتهم one single cell، والدليل اذا كتبت بقلبها حكتب كلمه total. بمجرد ما كتبت كلمه total بقلبها حلاحظ انها انحطت بالنص، وهالرفرنس تبع هيدي السل اللي معملها merging هي باول وحده موجوده بهالسل يلي هي الـ A11. فكمان نحن بهذا البروسس فينا نعمل merging تيبين عندي table بهيدي الطريقة.